حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ تمام. رولا، البلاستيك خلينا نحكي عنه اليوم شوي. القصص والحكي عنه بعرف كتير ومن سنوات، وفي قيم وحط بهالقصة، واحنا بنستخدمه كتير عندنا في المطبخ ومنتشر بكل إشي. فعلا هو موضوع لازم ننتبه عليه ونحاول قد ما بنقدر نستخدم انواع ممتازه من البلاستيك لحتى نبعد عن حالنا اي مخاطر، خاصه انه كتير من الاطفال بتكون علب الطعام تبعيتهم كلها بلاستيك اغلبها يعني. لهيك مهم جدا انه نوعي الناس حول هالقصة. خلينا نحكي عن الفروقات بالتفصيل، يعني هيك اعطينا هيك شيء علمي فروقات. حلو. هلا لو سالتيني افضل نوع لتخزين الطعام من المواد هو اكيد الزجاج، لأنه ما بيتفاعل أبداً مع الأكل وبينحفظ لفترات طويلة، ما بيتأثر يعني بالحرارة وهيك. لكن مو كل أنواع البلاستيك خلينا نقول سيئة. عادة نحن بنشوف دائماً علبة البلاستيك إذا عليها حروف بالإنجليزي PBA free، هي المادة PBA free، هي الكلمة هي يعني إنه دليل إنه عدم وجود هي المادة ضمن البلاستيك اللي موجود. أي علبة موجود عليها هي الكلمة هي علبة آمنة. لكن في انت بتلاحظي ارقام مثلثات، ما بعرف اذا انت بتنتبهي دائما. ايه صح، بشوف هيك مثلث جواته عاده في رقم، كل علبه وكل نوع بيعطيك اشي مختلف. صحيح. هلا فينا نقول دائما علبه البلاستيك اللي عليها رقم واحد هي عاده بتكون موجوده على اناني المي او حتى اناني المشروبات الغازيه، او بما انه مكتوب عليها رقم واحد فما لازم يعاد استخدامها ابدا. هذا النوع من البلاستيك مره واحده فقط، ما بصير نستخدمه ابدا. يعني عاده كتير بشوف من الناس بيجيبوا علبه المي اللي استخدموها او خلصت بيرجعوا بيعبوها مي مره ومرتين، او حتى المشروبات الغازيه بيعبوها بيحطوها مثلا بالبراد. هذا كتير غلط. ليه؟ لانه البلاستيك بيتحلل بعد فتره، بصير يتحلل بالحراره او بالبروده ترى. فنحن يعني افضل شيء انه ما نعيد استخدامه، وخاصه يعني وجوده حتى هي انينه المي نفسها ما بيسوى مثلا نحطها بالسياره تضل تتعرض لحراره خاصة إذا في شمس، وبعدين نرجع تاني يوم نشرب منها، لأنه البلاستيك كتير بيتحلل بالحرارة ولازم نكبها وقتها. تماما. عارفين هم مشكلة، إحنا بنستخدم هالأناني مثلا للزيت بالبيت، بتفضل من المي بنحط فيها أو بنفرغ فيها زيت من التنكة، وأحيانا بنخليها مطارة لتاني يوم، مطارة أو زمزمية يعني للمدرسة. هلا الأفضل أبدا إنه ما نستخدمهم، يعني نتخلص منهم فورا. وللزيت أفضل نوع هو الزجاج، يعني صحي وبيحفظ المواد الغذائية بشكل كتير أفضل، وموجود في كل مكان صراحة. صح، مخصص للزجاج. طيب رقم 2 رولا. هلا رقم 2 إذا كان بقلب المثلث في رقم 2 بيدخل زجاجات الحليب او حتى ملطفات تبعت الملابس، هي اللي بتكون شوي البلاستيك سميكه، علب الشامبو كمان وبعض انواع الاكياس، بصير هي يعاد استخدامها، لكن ما في داعي اذا انا ماني مضطر، خاصه انه كان بقلبه منتج كيماوي، فما بفضل ابدا انه مثلا نشيل شامبو نحط بقلبه ماده غذائيه، الافضل انه ما نستخدم بهي الطريقه. ثلاثة، المثلث اللي بقلبه رقم 3 هو اللي عليها بقى المشاكل والخطر. مشكلته انه بتعرفي التغليف، ورق التغليف الشفاف، هذا هو يعتبر من رقم 3، وللاسف ممكن فعلا يتحلل اذا يعني تم ملاصقته مع الماده الغذائيه لفترات طويله. هلا هذا بيكون مكتوب على العلبه الكرتونيه تبعته مثلث فيه 3، اذا كان مكتوب بي بي فري عادة ما بيكون رقم 3. بس إذا كان موجود البيبي فري وما يعني مكتوبة وما في رقم 3 خلاص هو آمن. أو أكثر أمانا. بس على الأغلب لا بكتبوا 3 ولا بحطوا بيبي فري. طبعا لازم إحنا نكون عارفين. طبعا بالضبط. فهذا يعني نحن بقول لهم انه ما طبروا لها شلون نغلف الاكل، يعني هي كتير بنستخدمها. عاده انا بحاول نغلف الاكل ب يعني تبرويرات زجاجيه، او ممكن نغلف الاكل بس ما نخلي الاكل ملاصق له، يعني تكون الزبديه او المكان اللي عم نحط فيه الاكل شوي له حواف من على الجنب، مو صحن مسطح، مشان لما نيجي نغلفه يكون الاكل تحت قاعد. فهي نقطه كتير بتساعد. كمان ابدا ما يتعرض لحراره، يعني هي فوقه انه هو ممكن يتاثر شوي بانه اذا تلامس مع الاكل، بس يتعرض لحراره او مايكروويف يعني بيزيد التاثر للاسف. طيب يعني الأخطر معناته لهلأ 1 و3 و2 لهلأ آمن. آمن نسبياً بس ما في داعي لاستخدامه، لأنه قلنا أنه هو أغلبه أصلاً بيدخل بأكياس العادية وزجاجات الشامبو وهي القصص يعني. هلا انا بفضل دائما ركز على الزجاج يعني اختياراتنا. لا صح هي اغلى، هي كتير بتجيني انه كتير غاليه علب الزجاج، صح اغلى بس بتضلها فتره اطول وما عم تتحلل، فهي استثمار بالصحه، فمو خساره ابدا بلاقيها.
صح، يعني استثمار طويل المدى خصوصا مع افكار الحكومه التركيه الجديده للحفاظ على البيئه. خلينا الناس هيك نشارك بطريقه ايجابيه. انا بقول انا كتير انبسطت صراحه يوم اللي انه لغوا الاكياس وصارت انه بفلوس، كتير انبسطت. يعني حسيت انه فعلا هاي خطوه ممتازه جدا، ولما بلشوا الناس يستخدموا الاكياس البلاستيك المعاد استخدامها كتير اصلا اسهل، بقول لهم بتعبئه الاغراض كتير اسهل. عارفه انا قريت انه باربع ايام نزل استخدام البلاستيك حسب يعني كلام الحكومه التركيه 50% تقريبا، دليل على انه احنا كنا محتاجين قانون يحركنا. شفتي يعني قديش خطوات بسيطه بتاثر بالبيئه وبتاثر صح تاثيرات كبيره. هلا اذا بدنا نكمل بالارقام، رقم 4 جوا المثلث هذا بيستخدم وين؟ بعلب الكاتشاب، المايونيز، الخردل، هاي العلب. لكن 5 امن شيء، هو افضل نوع من انواع البلاستيك جوده. حتى 6 و7 يعني مشان نكمل فيهم هن تقريبا ل7 سيئين جدا. فنحن إذا بدنا نكون مأمنين على حالنا منلاقي جوا المثلث رقم 5 خاصة وين؟ على منتجات البيبيز. لسه أنا بدي أحكي لك إنه أنا منتجات بشتريها لابني البيبي كلها 5 بيكون كلها جواها. 5 وبدها تكون حتى مطارات الأطفال للمدرسة، هي المطارات هي لازم نحرص أنها تكون 5 كتير كتير ضروري، لأنه كل يوم كل يوم صح عم يعبيها صح الطفل. طيب الصحون المكتوب عليها إنه مسموح على الميكروويف، آها هي بتكون تعني إنه البلاستيك بيتحمل حرارة لكن ما بيعني إنه ما بيتفكك وبيوصل للأكل، فأبدا ما بيسوى نسخن شيء بلاستيك بالميكروويف أبدا أبدا. واو هذا صراحة كلام كتير مهم وجديد، لأنه بالذات الأكل للأطفال أو أحيانا أمهات تعرفي أنينات الحليب نفسها بيحطوها في الميكروويف يسخنوا مثلا الحليب للأطفال أو كاسات البلاستيك. يا الله كتير كتير غلطة فادحة، إنه عارفة رولا أوقات بتكون كاسة الأول ما ينفطم الطفل أو يبدأ يمشي بتقول لك إنه الكاسة الإزاز بيكبها، فبتشتري الأم كاسة بلاستيك بتحط فيها المي والعصير وكمان الحليب بتسخنه فيها. الله أعلم كتير خطأ الإشي، نوع البلاستيك بيكون من المحلات الرخيصة كتير بيكون كتير سعر رخيص وبالتالي نوعيتها سيئة. صح فالساخن نروح للزجاج يعني كتير بالضبط أحسن. هي المادة ليش أنا دائما بركز إنه خدوا المادة أو خدوا البلاستيك مكتوب عليه PBA free، لأنه هي المادة بتقول دراسات إنه إلى أثر سلبي ممكن تعمل عصبية، توتر، سرطانات. واو. وكمان في دراسات حديثة بتقول إنه ممكن يكون إلى علاقة بالسمنة، بمقاومة الأنسولين اللي بسبب مرض السكري، وكمان بتغير بالجينات. فما نستقل يعني فكرة يعني ليش دائما بقول لهم ليش سرطانات مثلا الأمراض الغريبة طلعت بالفترات الأخيرة، لأنه زادت الصناعة كتير. صح. فهذا الشيء بخلينا نفكر إنه شو الشيء اللي عم ناكله عم يخلينا بعد فترة طويلة للأسف يصير مثلا أمراض من هاي النوع. حلو إذن الأرقام الكويسة من البلاستيك 1 بدون تكرار، 2 و4 و5 معقولين، لكن الأفضل اللي بيفوز معنا هو 5 بشرط أنه يكون مكتوب عليها BPA free. بالضبط. اليوم اكيد محضرتينا شغله كتير لذيذه. اليوم وصفتنا بارده لولا، يعني يمكن ممكن تتاخذ لبرا، وعشان احنا نكون هيك صحيين وزابطين على الحلقه تبعت اليوم ممكن تنحط بالصحون اللي بتعرفي فيه مجورين بيكونوا حتى شوي او اقرب لصحن الشوربه او الزبديه. ايه؟ بيكونوا من قصدير وفي من فلين برضو. حلو. او من الكرتون. فممكن تتوزع بهالكاسات او في هاي الصحون اللي بقول لك عليها وبلا هالبلاستيك اليوم. حلو يا ستي. هلا شوفي هي طبقتين، الطبقة الأولى فعليا أقرب للمهلبية تقريبا، هي بتكون حليب طازة مع عسل، وبدل النشا أنا بحط طحين أسمر. حلو. يعني زي كأني بعمل نشا بس بطحين الأسمر أو دقيق الشوفان من باب أنه يكون فيه ألياف، هيك بتصير أقرب للمهلبية. ممكن نحط لها شوية محلب، وأنا يعني اسمحي لي بمعلقة زبدة لأنه بتعمل طعم مميز يعني في الحالة، بس خليها على الزبدة الطبيعية. هلأ بنتركها تبرد شوي، نكون عم نحضر الطبقة الثانية اللي هي عصير برتقال مع عسل أو بدون حسب درجة الحلاوة اللي الشخص بيرغبها، مع معلقة زبدة برضو ونشا لحتى يتماسك ويصير أقرب للجلي. تكون هاي الطبقة التانية هيك بكل بساطة بتبردوا بيتاكلوا. صحة وعافية. سناك كتير لذيذ على فكرة، وكتير بيحبوا الأطفال هاي القصص خاصة إنه ملون، ممكن حتى تحطي أنا هي هاي إنه ممكن بدل البرتقال بالضبط ممكن ليمون، ممكن عارفة هلأ جايين على الفراولة والتوت وهاي القصص كتير بتكون لذيذة، فبتطلع الألوان هي بترغب الطفل إنه يأكل. مريم لو خيرتك بين صحن بلاستيك أو فلين اللي هو الفوم يعني اللي عادة بيحطوا فيه هون اللحوم مثلا لما يعطيك اللحام أو حتى أحيانا بالحديقة بنستخدمهم للرحلات وهيك، شو بتختاري بلاستيك ولا فلين؟ هلا بعد اللي سمعته اليوم مش رح استرجي اقول رح اختار بلاستيك، بس انا والله من فتره فعلا صرت اشتري صحون الفلين اكثر للبيت، وما يعني هو فعليا ترى بالاسعار ما فيها الفروقات، نحن بنحكي على ليرات معدوده. الفلين اسمك بصراحه رولا، بتحمل ما بينكب الاكل منه، فهو غير عن الفائده الصحيه صراحه هو كتير حسيته انا عملي واشيك واضبط يعني.
هلأ الفلين للأسف هو من البلاستيك رقم 6. نحن قلنا أنه هو الفلين من البلاستيك رقم 6؟ لا يا للمفاجأة. هاي مفاجأة مو بس عندك. يعني هل هالشهر الماضي هذا قدي ناس سألوني عن موضوع الفلين وأنه شو بدنا نستخدم حتى بمدارس، قالوا لي طب للأطفال شو بدنا نحط. يعني أنا بجاوبك بثقة. ممتاز. هلأ هي فعلا سيئة لأنه بس تتعرض للحرارة، خصوصا بس تتعرض للحرارة، إذا كان الأكل درجة حرارته طبيعية ما كتير بيأثر، بس إذا في حرارة مرتفعة للأسف تدخل جوا المادة الغذائية المواد اللي فيها. ولسه هاي المادة تحديدا في محل خلاف علمي خلينا نقول، لأنه في أبحاث بتقول أنه فعلا بتنتقل وبتأثر فيها، وفي أبحاث بتقول لا أنه الكميات اللي بتنتقل متناهية بالصغر وبالتالي تأثيرها جدا محدود على المدى الطويل. حتى في دول حظرت وجودها وفي دول تسمح بوجودها، وحسب الـ FDA هي مادة مسموح فيها آمنة. يعني حسب الـ FDA آمنة، بس أنا مو كل شيء من الـ FDA يعني دائما ناخده موثوق. بالضبط. أحيانا بيكون لأنه في أهداف تسويقية أو تجارية من الموضوع. طبعا طبعا. لكن مثلا يعني بريطانيا بتقول أنه تراكميا ممكن تأثر بشكل سيء على صحة الإنسان، فيعني حظرت وجودها من بريطانيا. فاختلفت الآراء، وأنا مع أنه الإنسان ما يستخدمها كتير بشكل دائم، لكن إذا مرة مثلا كل فترة وفترة طلع مشوار واضطر يأكل فيها ممكن. ضل بقول أنه الورق يعني أكواب الورق اللي هي من أوراق أو الصحون بلاستيك اللي عليها رقم 5 أكيد أفضل من أي نوع تاني. طيب رولا إحنا بنقول اللحمة والدجاج وهيك بتكون مغلفة يعني محطوطة بهذا النوع من الصحون، مغلفة مغلفة بالنايلون، بس هي بيكون حاطين تحتها طبقة هيك ورقة ماسة. الورقة أيوه، هاي الورقة بتعمل عزل. بتعمل عزل. أوكي. بتعمل عزل. ممتاز. إذا حط ورقة ممتاز جدا. في تركيا يعني بيحطوا ورقة. ممتاز. دايما. طيب نتذكر انه لازم نهتم بالطبيعة يمكن عشان مستقبل اجيالنا وصحتهم. صحيح. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.